احنا المحاضرة اللي فاتت انتهينا من موضوع الشرط الجزائي وعلاقات العمل، يعني في قانون العمل جزاءات مختلفة، سواء صاحب العمل يوقعها على العامل أو جزاءات توقع على صاحب العمل في حالة الإخلال بالتزامات، يعني الإنهاء إذا كان إنهاء عقد محدد المدة أو إنهاء عقد غير محدد المدة، بيلتزم صاحب العمل بتعويضات. هل إذا كان في اتفاق على قيمة التعويض هل تدخل في إطار الشرط الجزائي ولا لا؟ ودرسنا المسائل دي بالتفصيل. الباب الأخير اللي هنتكلم فيه اللي هو بنتكلم عن الشرط الجزائي بين التعويض والعقوبة الخاصة. يعني دايما قاعدة عامة لما بنتكلم حتى عن التعويض في نظريتين في التعويض. في نظرية بتقول إن وظيفة التعويض جبر الضرر، يعني التعويض بقدر الضرر، فلان أصيب بضرر كذا أنفق مبالغ كذا يبقى التعويض بقدر هذه المبالغ لا يزيد ولا ينقص. مبدأ إيه؟ فكرة جبر إيه؟ وظيفة التعويض جبر الضرر، يعني رفع هذا الضرر، أديك مبلغ من المال مساوي للمبلغ الذي فقدته نتيجة هذا الخطأ، يعني الضرر الذي أصابه. دي النظرية الأولى اللي هي بنتكلم عليها، بترى أن التعويض دائما وأبدا له يعني صفة وصفة تعويضية، مفيش فيه فكرة جزاء، هو جبر الضرر فقط لا مجبر الضرر. في اتجاه آخر بيرى أن التعويض في نوع من العقوبة الخاصة، يعني مش عقوبة جنائية، هي عقوبة خاصة، يعني في علاقات القانون المدني عقوبة خاصة. في ذهنهم أساسا عشان حتى المسألة دي تتضح لينا فكرة التعويض عن الضرر الأدبي، التعويض عن الضرر الأدبي، فلان شتم واحد، فلان أصيب بجرح معين، تألف، ها؟ بديله مبلغ من المال، كيف أحدد هذا المبلغ من المال؟ اللي بكى ده بكى بكام؟ ها؟ اللي تألم تألم بكام؟ ها؟ فبيقول لك المبلغ اللي القاضي بيحدده هنا ده نوع من العقوبة الخاصة التي توقع على المسؤول عن الضرر. احنا لو حتى بيقول لك يعني اساسا احنا لو لم نعوض اساسا عن الضرر الأدبي يبقى كان ذلك من يرتكب خطأ ينجو بفعلته ولا يتعرض لأي جزاء. مرحلة بعد كده بنتقل، طيب التعويض يبقى مقداره قد ايه؟ ها؟ والبعض يقول لك ترضية، هديله ترضية. ترضية يعني واحد شتم وزعل نديله مبلغ يروح يتفسح ويشم هوا كده يروح عن نفسه عن الزعل الذي أصابه. يقول لك هي في واقع الأمر مش جبر ضرر بقدر ما هي عايز أوقع جزاء على عمل جزاء. ما ببصش أصلا، أنا بشوف قدر الشتيمة. قدر الشتيمة، قدر الضرر، قدر الضرر بيبقى يتحكم في مبلغ التعويض. بقول لك الفكرة هنا فيها فكرة العقوبة الخاصة، يعني بنوقع جزاء أكثر من إن إحنا بنعوض الضرر. فدايما لما بنتكلم عن التعويض حتى في القواعد العامة بنتكلم برضه، يعني الكلام ده كله في القواعد العامة مش في شرط الجزاء، حتى التعويض القضائي. التعويض القضائي ده وظيفته إيه؟ جبر الضرر ولا وظيفته اللي هو توقيع جزاء على المسؤول؟ هو ده النظريتين دول بيتنازع حول ايه وظيفه التعويض. وبتبدو اهميتها نقطه مهمه جدا، وهي ايه؟ عند تقدير التعويض بناخذ في الاعتبار حتى نص القانون المدني مصر وكثير من البلاد العربيه يقول لك يقدر التعويض في ظل الظروف الملابسه. يعني القاضي ياخذ في اعتباره عند تقدير التعويض الظروف الملابسه. كلمه الظروف الملابسه دي بتثير خلافات كثيره جدا. ايه المقصود بالظروف الملابسه؟ والله مقدار الضرر، الظروف الملابسه واحد، يعني دايما التعويض معيار شخصي.
تعويض معياره ايه؟ شخصي، بعكس الخطأ معياره موضوعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التعويض معياره شخصي، المضرور نفسه ما قيمة الضرر الذي أصابه، يبقى التعويض يساوي هذه. يعني ما باخدش في اعتباري ضرر يصيب شخص عادي، شخص ايه؟ المعتاد، ها؟ الشخص اللي من أواسط الناس، لا. أنا بشوف الضرر بتاع الشخص اللي قدامي ده فقط لا غير، معيار ايه؟ معيار شخصي. ما قد يكون ضرر لواحد جايز يكون كلام عادي لواحد تاني. ناس بيتكلموا مع بعض جايز بيتبادلوا الشتايم ويضحكوا، ها؟ واحد تاني شتيمه من دي يخليه يطول ويبقى اهانه شديده جدا. فبيقول لك معيارها معيار شخصي، اشوف اللي قدامي ده المضرور ده ايه الضرر اللي اصابه؟ وقيمه الضرر هو ايه؟ ماليش دعوه بواحد تاني، هو معيار شخصي. بعكس الخطا، بنقول يعني ايه خطا؟ انحراف الشخص السلوكي عن سلوك الشخص المعتاد. معياره ايه؟ موضوع شخص المعتاد ده لو في الظروف دي كان ارتكب هذا الفعل يبقى لم يقتل. ان كان لم يرتكب هذا الفعل يبقى ايه؟ لا ارتكب خطأ. شفتوا؟ بنظر واحد اسمه الشخص المعتاد. لما اجي اقدر التعويض عن الضرر ما بنظرش لواحد اسمه الشخص المعتاد. لا، انا بنظر للمضرور شخصيا. عشان كده اقول معياره معيار ايه؟ معيار شخصي. المشكله دي بتدور في ايه بقى؟ عند تقدير التعويض، هل يؤخذ في الاعتبار درجه خطأ المسؤول؟ الخطأ لما بنيجي ندرسه حتى بنقول لك في خطأ يسير وفي خطأ جسيم. طب اذا واحد ارتكب خطأ جسيما وسبب ضررا للغير، تعويضه هيبقى مساوي لمن ارتكب خطأ يسيرا؟ ده السؤال. ها؟ بعض يقول لك انا لا شأن لي بالخطأ. إذا ثبت الخطأ نشوف بقى معيار الشخص اللي قدام ده شخصيًا، ما هو الضرر الذي أصابه؟ واحد ارتكب خطأ يسيرًا وأصاب واحد إصابات خطيرة جدًا، يبقى تعويضه قليل. هيدفع المسؤول ده، يدفع تعويض قليل ولا يدفع تعويض بقدر إيه؟ ما سببه من إيه؟ من ضرر. ولهذا المشكلة بتكون في الخطأ الجسيم. عندنا في القانون المصري الغريب لما جم يتكلموا في وضع القانون المدني في كلمة الظروف الملابسة في مناقشات القانون المدني، قالوا يؤخذ في الاعتبار في هذه الظروف الملابسة جسامة الخطأ. ده في الايه؟ في الأعمال التحضيرية. في الفقه بقى وفي القضاء يقول لك لا، جسامة الخطأ دي لا شأن لها بالضرر، ها؟ دي لا شأن لها بالضرر. جسامة الخطأ دي برضه لما باخد اعتبار زي ما قلت لحضرتك وجسامة الخطأ، انا في ذهني العقوبه خاصه. ما هو اللي بيعمل خطأ جسيم تبقى عقوبته اشد من بيعمل خطأ ايه؟ يسير. احنا هنا مش في مجال جزاء، ده احنا في مجال تعويض. ولهذا بتبقى فكره الضرر الضرر. اللي بياخد فكره ان وظيفه التعويض جزاء خاص، ها؟ عقوبه خاصه، يقول لك ده انا لازم اخد في اعتبار ايه؟ جسامة الخطأ، لأن أنا بوقع عليه جزاء. ودي مشكلة كبيرة يعني في وظيفة الإيه؟ التعويض. لأن القضاء عندنا مستقر في مصر بالرغم اللي موجود في المذكرة الضحية، إن التعويض وظيفته تعويضية. يعني إيه؟ يعني بقدر الضرر. لا آخذ في الاعتبار جسامة الخطأ. الخطأ ده نفسه القرار العقوباتي في قانون الجزاء. جسامة الخطأ ده مسألة بتهم قانون العقوبات، إنما إحنا هنا في القانون المدني بنعوض المضرور عما أصابه. خطأ يسير سبب له خطأ جسيم كبير، ضرر كبير ولا إيه؟ بياخد تعويض كبير. خطأ جسيم وسبب ضررًا يسيرًا بسيطًا يبقى هياخد على قد ما أصابه من إيه؟ الضرر، على أساس أنه وظيفة الضرر تعويض دبر الإيه؟ الضرر. من يرى ان وظيفه التعويض توقيع عقوبه خاصه، يبقى في هذه الحاله ايه؟ بيرى ان في عقوبه خاصه وبالتالي يؤخذ في الاعتبار درجه جسامه القتل. ده الفكرتين اللذان يتنازعان ايه؟ وظيفه التعويض القضائي. حتى لما بننتقل الان الى الشرط الجزائي، هل الشرط الجزائي ده برضه
الصفر وظيفته الأساسية تعويضية ولا وظيفته عقابية أو إيه؟ أو جزائية، نسميها جزاء تقصير. هو من الاصطلاحات نفسها، من الكلمة نفسها، نجد إن إحنا عندنا لما بنتكلم عن ما نسميه الشرط الجزائي، في اصطلاحين بيستخدموا. القانون المدني مثلا ما جابش كلمة، القانون المدني المصري، القوانين البلاد العربية كلها ما جابتش كلمة الشرط الجزائي. قالت إيه؟ تعويض اتفاقي. تعويض اتفاقي، يبقى الخط هنا كبير على فكرة إيه؟ التعويض. القانون الفرنساوي لما اتكلم عن الشرط الجزائي، سموه كلوز بينال، يعني شرط جزائي. احنا في حياتنا العمليه في كل بلادنا العربيه نادرا ما حد يستخدم كلمه التعويض الاتفاقي، كلنا بنقول شرط ايه؟ شرط جزائي. الاصطلاحين نفسهم دول يدلوا على ايه؟ ما يتنازع التعويض الاتفاقي ده اذا كان في تعويض. انا اركز على الضرر وان التعويض يواجه الضرر. اذا كلمنا عن شرط جزائي، كلمه شرط جزائي دي معبرة جدا، بمعنى ايه؟ ان شرط يعني اتفاق، يبقى الصفة اتفاقية. طيب وجزائي ليس تعويض فقط، وانما مقصود بتوقيع عقوبة خاصة، يعني توقيع جزائي. اللي بيتكلم دايما عن الشرط الجزائي لا ينظر لقيمة التعويض بقدر ما ينظر إلى إنه يضع مبلغا ينطوي على جزاء على من يفاجئ، مش مجرد تعويض. فالاصطلاحات حتى في اللغه بنجد انها ايه؟ بتعبر عن اتجاهات الفقهيه المختلفه. تعويض اتفاق، طبعا الشرع المصري بيتكلم عن تعويض. عاده كل الناس، مفيش حد ابدا في اي بلد عملت اتفاق يقول لك وتم الاتفاق على تعويض اتفاق مقدار كذا. لا، يقول لك وتم الاتفاق على شرط جزاء، شرط يعني عايز كلمه جزاء، هو ده العقوبة الخاصة. كلمة جزاء دي مقصود بيها ايه؟ نوع من انواع التهديد، تخويف. اللي احنا عايز هشوف هنا دلوقتي ان احنا عندنا في تشريعات البلاد العربية او في قانون المقارن بصفة عامة، الشرط الجزائي اللي بنتكلم عنه، الشرط الجزائي، هل مجرد تعويض اتفاق؟ بمعنى انفي عنه صفة الجزاء، أو أنه تعويض ينطوي على فكرة الجزاء أو العقوبة الخاصة. إزاي؟ فلما نلاحظ التطور التاريخي أو التطور الموجود في تشريعات المقارنة كلها، هتستغربوا إن إحنا بنتجه من العقوبة الخاصة إلى التعويض. يعني بنبدأ بالعقوبة الخاصة، ان الشرط الجزائي ده عقوبه خاصه. نجد التطور في قانون المقارن بصفه عامه بما فيه اساسا بلادنا العربيه كمان وفرنسا حتى انتهى، يعني بدا من العقوبه الخاصه وانتهى الى ايه؟ الى التعويض. طيب ايه بقى مظاهر ذلك؟ يعني عايزين نشوف الاتجاه اللي هو الاول اللي بيرى ان احنا ان الشرط الجزائي ده تعويض. يعني القانون المدني المصري بيقول لك ما فيش كلمة خالص في القانون المدني يا جماعة، خلي بالكم، ما فيش عندك في القانون المدني المصري خالص كلمة شرط جزائي. أنا عندي تعويض اتفاقي، دي أول حاجة. وكل التشريعات القانون الفرنسي بيستخدموا كلمة شرط إيه؟ شرط جزائي. طيب البداية الفكرة كلها لما نلاحظ القانون المصري بالذات لما هشرحه بعد شويه بيتأرجح في الاثنين، شويه تعويضي وشويه جزائي. مش هو بيحسب الايه؟ المساله، لان هي الشرط الجزائي فيه الاثنين، واقع الامر. فازاي تستخدم الاثنين او ازاي تصب على واحده منهم؟ هنوريك ازاي، هوريك دلوقتي ازاي التشريعات ترجحت في هذا المجال. لما بنقول الشرط الجزائي ده تعويض، يبقى أول ما أقول كلمة تعويض يبقى إيه؟ عناصر المسؤولية اللي اتكلمنا عنها، خطأ وضرر، لازم ضرر. يبقى الشرط الجزائي لازم يكون إيه؟ ضرر. يبقى لا يستحق إلا إذا توافر الضرر. لابد أن يكون هنا إيه؟
ضرر ويجب إثبات الضرر. طيب يعني الضرر لا يفترض، مش كده؟ لا الضرر ايه يعني، هو دايما الشرط الجزائي اذا تقرر ضمانا لتنفيذ الالتزام. طيب ان لم يقم المدين بتنفيذ التزامه مبلغ التعويض يبقى قد ايه؟ ضرر الاعصاب قد ايه؟ ده ايه؟ شرط جزائي كده، لم يقم بتنفيذ التزامه، حاطين شرط جزائي يقول لك ما دام لم ينفذ التزام يبقى يطبق المبلغ المتفق عليه. اذا لم يقم بتسليم الميعاد كذا، احنا كاتبين كده، يبقى يدفع مبلغ كذا. اتكلمنا عن الضرر، يقول لك اه مش ده تعويض. ها؟ واحد لم ينفذ التزامه يبقى لابد ان يكون هناك ايه؟ ده عنصر الفرق، انما انا عايز عنصر تاني، مع عنصر ايه؟ الضرر. لانه يعني تعويض، في تعويض من غير ضرر؟ انت بتعوض ايه؟ بتعوض ضرر كده؟ يبقى لما ناخد بفكره الصفه التعويضيه للشرط الجزائي، يبقى معنى هذا انه لا يستقيم اعمال الشرط الجزائي الا اذا كان هناك ضرر. يبقى لابد من ايه؟ من وجوده. ان لم يوجد ضرر، ان لم يوجد ضرر لا يستحق اصلا الشرط الجزائي. شروط استحقاق، شروط الاستحقاق خطأ وضرر والعلاقة السببية. في خطأ ومفيش ضرر، يبقى مفيش ايه؟ مفيش ضرر، والشرط الجزائي جاي يعوض الضرر، يبقى مفيش تعويض كده بقى. وده يرجعنا، خلي بالك حضراتكم في حاجات متداخلة كده مع بعض، يرجعنا للكلام اللي احنا قلناه قبل كده. هل فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية، احنا قلنا ان عندنا اتجاه حاليا بيقول لك مفيش حاجه اسمها مسؤوليه عقديه. ده اللي حصل كل الحكايه، واحد ما نفذش التزامه يبقى ينفذه عين او ينفذه من الفوق. واحد ما نفذش التزامه وانا عايز انفذ التزام عين، تقول لي ايه الضرر اللي بيصيبك من عدم تنفيذ التزام؟ ها؟ انت ملتزم تسلم لي سياره، لم تسلم لي السياره، حولك انا عايز بقى تنفيذ بمقابل، مش كده؟ لا تنفيذ بمقابل. هتقول لي خطا وضرر وعلاقه سببيه. طب هو انا لما كنت طلبت التنفيذ العيني هتقول لي ايه الضرر اللي اصابك من عدم التنفيذ العيني؟ ها؟ حولك انت مات، انت مات. ها؟ انت بعت لي السياره بمبلغ كذا وانا ارتضيت، يبقى تسلم لي السياره. تيجي تقول لي انا قبل ما اسلمك السياره قول لي ايه الضرر اللي اصابك عشان ما تتعود تنفذ بالمقابل. فكره اللي هو بعد بيقول لك المسؤوليه التقصيريه دخلت في المسؤوليه العقديه ولخبطت المسؤوليه العقديه. يقول لك ما فيش حاجه اسمها مسؤوليه عقديه، انا عندي في عقد يا يتنفذ ها يا ما يتنفذش، يبقى تنفذ بالمقابل، يبقى سميت تعويض. فشروط التنفيذ العيني ما نفذتش تنفذ، ما بقولش والله عدم تسليمك السياره انت لا. انا لم اتسلم السياره اللي طلبت منها، ما الضرر الذي يعود علي من عدم تسليم السياره؟ بيقول لك السؤال ملوش معنى، يبقى لا انا حر. وبالذات بقى اذا كان في شرط جزائي، ده احنا اتفقنا ان عدم تسليمك السياره هيصب بضرر قيمته كذا، هو شرط جزائي. ما تبحثش الموضوع تاني. المهم زي ما قلت لحضرتكم هنحكي الحته دي جانب، انما انا بفكر في انعكاساتها اللي موجوده هنا، ها؟ انعكاساتها اللي موجوده هنا ان احنا ايه؟ بنتكلم عن تعويض. الفقه اللي قلت لكم عليه ده بيقول لك اللي لخبط الدنيا كلمه تعويض، هي اسمها تنفيذ بمقابل، بين قوسين يعني تعويض، ها؟ انما لما تبدا من كلمه تنفيذ بمقابل بتضع نفسك في اطار التنفيذ مش في اطار المال، ها؟ انت ملتزم تسلم لي السياره، يا تسلم لي السياره عينا، يا تسلم لي قيمه ضرر الاحتفال عليه. لما يكون تنفيذ بمقابل، ايه اللي دخل عنصر الضرر؟ هو انا بشتري منك السياره سجاده؟ ها؟ انا حر يا اخي، يمكن عايز اشتريها اتفرج عليه، حد يضحك عندي، ها؟ احب اقتني سيارات، واحد عايز اي حاجه، ها؟
انا فهمت ازاي؟ بقول لك السؤال اللي بتساله لي في التنفيذ العيني ليه بتساله في التنفيذ المحقق؟ التنفيذ العيني انا في ايه الضرر والصرف في العالم في تقييم السياره؟ تمام؟ طيب لما اقول لك بقى دي التنفيذ المقابل هتقول لي برضه تمام؟ لا تنفيذ المقابل يبقى دي التعويض. يعني المشكله بتيجي الاشكاليه منين؟ كيف اقدر مبلغ التعويض؟ قال لك المشكله دي موجوده لما يكون تعويض فضائي. فمش هنتكلم كده دلوقتي. ها؟ احنا بنتكلم في الشرط الجزائي، ما عنديش مشكله. احنا اتفقنا ان عدم تسليمك السياره يصيبني بضرر قيمته 100,000 جنيه. بس طيب كده بقى خلص الموضوع. التنفيذ عالي او تنفيذ مقابل يعني 100,000 جنيه. دي فكره الايه؟ الورق بتاع العكس. ولهذا لما بتكلم بقى عن التعويض ان هو مقابل الضرر، ها؟ تعويض هنا شرط جزائي له صفه تعويضيه، يبقى لابد ان يكون هناك كلمة لما بقول لكم لابد ان هناك ضرر عشان يتحقق شرط جزائي. تتعارض مع الفكره اللي بتبقى عليها ايه؟ يقول لك اذا دخلته التعويض القضائي دخلت التنفيذ بالمقابل في التعويض. يعني المشكله جايه منين؟ ان احنا بنقول تنفيذ بالمقابل، فبدل ما نكتب كلمه تنفيذ بالمقابل حطينا كلمه تعويض. اول ما تضع كلمه تعويض ايه اللي بيتكلم فيه عن التعويض؟ المسؤوليه التقصيريه. واستعرضنا شروط المسؤوليه التقصيريه في غير مجالها. اول ما تقول لي تعويض يبقى لازم في خطر ولازم في ضرر. احنا بنتكلم لا انا بقول لك تنفيذ بمقابل مش هتعمل يابس، انما لما بقول لك تعويض التنفيذ بطريقه تعويض، ها؟ يبقى تعويض اول ما تقول كلمه تعويض يبقى لازم عناصر ايه؟ التعويض. فين الكلام ده؟ ده احنا خدناه من المسؤوليه التقصيريه. يقول لك استعرنا من المسؤوليه التقصيريه، ها؟ وعملنا حاجه اسمها المسؤوليه العقديه وطلع كله ملتبس مع بعض. فدي مشكله كبيره يعني، انما انا بس باكد هنا ان احنا ايه؟ ليه بنتكلم عن الضرر؟ لان بيقول لك ما دام بنقول صفه تعويضيه يبقى انا بتكلم عن الضرر. زي ما قلت لكم ده هيتعرض نقد على طول. واحد ما ركزش في ده بيتكلم عن ضرر ايه؟ ها؟ ولهذا تلاقي المشرع المصري بيضع نص صريح يقول لك لا يستحق الشرط الجزائي الا اذا كان هناك ضرر. شوف دي بقى يعني ما فيش شرط جزائي اذا كان هناك ايه؟ ضرر. احنا متفقين عليه. انما المدين يتخلص من الشرط الجزائي اذا اثبت ان الدائن لم يصبه ضرر. يعني دائن احمد ساسد، ها؟ بيشترط تنفيذ التزام، لو لم ينفذ الالتزام لا يصيب ضرر، ها؟ يبقى نوع مش تاجر. لا فهو ده، انما النص صريح. القانون المصري بيقول لك هنا اهو بناخد منها فكره الايه؟ الصفه التعويضيه. القانون المصري بيقول الضرر شرط الاستحقاق لشرط الجزاء. بس قلبنا عادي الاسباب، ها؟ بمعنى ان الدائن المفروض هو اللي يثبت ما اصابه من ضرر. هنا بقى ما المشرع زي ما قلت لكم رابحا بالاثنين. المشرع عمل ايه؟ قال بقى لا ده المدين اذا كان عدم تنفيذ التزام هفترض ان في ضرر. المدين يعمل ايه بقى؟ يقول لا الدائن لم يصبه ضرر. اذا اثبت ان الدائن لم يصبه ضرر لا يتحقق شيء. اذا اثبت ان في ضرر يبقى ننتقل للمرحله الثانيه بقى. الشرط الجزائي مبالغ فيه ولا مش مبالغ فيه؟ الفكره؟ ولهذا لما بنتكلم عن الشرط الجزائي تعويض اتفاقي، ها؟ يبقى هتكلم عن عناصر التعويض. لابد ان يكون هناك ضرر. دي اول حاجه. ازاي؟ يبقى احلال الالتزام نقطه البدايه عندي لابد ان يكون هناك ايه؟ ضرر. انت عايز تطبق الشرط الجزائي لابد ان يكون هناك ايه؟ ضرر. بس المشرع المصري قال بعيد الاسباب. مجرد الدائن بيطالب بقيمه الشرط الجزائي المدين يرد عليه يقول له أنا عدم تنفيذ الالتزام لم يصبك بأي ضرر. ازاي؟ ها؟ هي ده الايه؟ زي ما قلت لكم التداخل ما بين الصفة التعويضية والعقوبة الخاصة. نقول تعويض يبقى ضرر كده لا. هل في تعويض من غير ضرر؟ قول تعويض اتفاق يبقى لازم يكون في ضرر. طيب احنا متفقين في عقد واحد لم ينفذ التزامه مسؤولية عقدية، ها؟ واحد لم ينفذ التزامه يقول لك شرما ما هو مش هيصيبه ضرر. كان سابق، ها؟ هو يعني السؤال نفسه غريب وكان يعمل مشكله.
التعويض القضائي المشكله مش موجوده عندك في التعويض الاتفاقي ليه؟ احنا متفقين ان لم تنفذ الالتزام هتديني مليون جنيه. بس خلاص. تقول لي ايه الضرر اللي اصابك؟ طب ما احنا اتفقنا. احنا اتفقنا. بين قوسين ضرر تحاول يقول لك لا بقى ازاي؟ ولو ما فيش ضرر نبتدي بقى نتكلم هنا. اذا كان ما فيش ضرر يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ يبقى انت بتعطي مبلغ على سبيل التهديد. واحد ما بيصابوش ضرر هياخد فلوس كده. واحد لم يصب بضرر. دائما لم يصب بضرر. كيف يستحق مبلغ من المال؟ يستحق تعويض ليه؟ على اساس ايه؟ ده نوع من التهديد. نوع من الابتزاز. قوي بيضغط على الضعيف. ولهذا يقول لك هنا ما فيش ضرر يبقى لا يستحق شرط جزائي. لا يستحق ليه؟ طب الشرط الجزائي يعني التطور اللي حصل هنا اللي بقى حضراتكم انا قدامي حاجه عندي شرط جزائي اتفاق اخلال بالتزام التزم بدفع المبلغ بس واضح امام القضاء يعني الفكره جت منين؟ امام القضاء في مبالغه في المبلغ والقاضي لا يملك انه يعدل يبقى انا اعمل ايه؟ القاضي بدور على العداله ابطل الشرط بالك النقطه دي مهمه قوي بحاجة ما هي بقى؟ إن إذا كان في مبلغ قلنا مليون جنيه عدم تنفيذ التزام في مبلغ مليون جنيه فالقاضي ممكن يفكر مليون جنيه دول مقابل إيه؟ المبلغ ده كتير قوي طب أخفضه؟ لا لا يجوز للقاضي أن يعدل حاجة من الاثنين يا طبق الشرط يا تبطله فالقضاء قبل ما المشرع المصري حتى الفرنساوي ياخد مبلغ التخفيض ها كان بيبطل الشرط. يقول لك له صفه تهديديه. انت الشرط الجزائي ده جايبه عشان تعوض. ده تعويض عن ضرر. مش تهديد وتخويف ومبالغ جزائيه. ولهذا عمل ايه؟ بطل الشرط. ولهذا البطلان النهارده ما بقاش ممكن ليه؟ او ملوش اهميه كبيره ليه؟ لان القاضي يقدر يخفض التعويض. معظم التشريعات ها؟ احنا بنتكلم في المرحله يا جماعه اللي هي قبل الفكر يتقدم ويسمح للقاضي بانه يعدل الشرط ده. وتعديل الشرط الجزاء تعديل العقد. والعقد شريعه المتعاقدين بقى يجوز قبضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او بنص القانون. انا عندي اتفاق على مبلغ التعويض. طب اعدله ازاي؟ بنص القانون ما عنديش نص قانون. طب والمبلغ واضح انه مبالغ فيه. واحد ما استلمش السياره ب 50,000 جنيه يبقى عدم تسليم السياره يدفع مليون. بتقول العقد شكل متقدم ها؟ لا باطل ابطل ايه؟ ابطل الشرط شفتوا ازاي؟ ده التطور اللي جه ولهذا لما عرفنا بعد كده او وضعنا نصوص تعدل الشرط الجزائي قلنا لا مش بس في ضرر بس القاضي ايه؟ يخطر المبلغ يبقى النقطه الاولى اللي عايز اتكلم بقى حضراتكم منها وهي ايه؟ وهي ايه؟ الاتجاه الاول بيرى او أو بعبارة أنا مش عايز أقول كده هو شرط جزائي فعلا بيتضمن تعويض ها؟ هو تعويض اتفاق ها؟ طالما إن قلنا تعويض يبقى لابد أن يكون هناك ضرر. دي أول حاجة. إذا كان ما فيش ضرر من أهو في هذه الحالة يبقى ما فيش تعويض. طيب إذا كان في ضرر وقيمة المبلغ ضخمة جدا تعويض ها؟ في هذه الحالة حاجة من الاثنين يطبق الشرط الجزائي يقطع القاضي اتجهوا لانه ايه؟ يبطلوا بالظريف ان عندي احكام نقد مصريه واحكام بلجيكيه يعني حكم عندي حكم محكمه النقد المصريه بيقول ايه؟ متى كانت المحكمه قد اعتبرت في حدود سلطتها الموضوعيه وبالادله السائغه ان الشرط الوارد في العقد هو شرط تهديدي شوف بقى كلمه تهديد ايه؟ يعني مش تعويض انت خرجت عن وظيفه التعويض انت ما بقتش بتعوض انت تهدد بترعب ها عامل ارهاب ايه للمدينه يبقى شرطه ايه؟ هو شرطه التهديدي فان مقتضى ذلك ان يكون لها الا تعمل الشرط الوارد في العقد وان تقدر التعويض تعويضا قضائيا طبقا القاعده انتوا الفكره؟ يعني دي عشان نعرف الايه؟ طريقه التفكير يا جماعه ها دي طريقه ايه؟ التفكير اللي لجانا اليه. انا بتظل وضع
بيقول لي العقد شريعة المتعاقدين، وفي عندي اتفاق على ان عدم تنفيذ الالتزام يديني مبلغ كسر. يبقى اول حاجه بنقول ده تعويض اتفاقي، يبقى طالما ان هو تعويض اتفاقي يبقى لازم تتوافق شروط التعويض. اول حاجه الضرر، يبقى لابد ان يكون هناك ايه؟ ضرر. طيب اذا وجد الضرر اطبق شرط جزائي، اجد القضاء وجد بقى ايه؟ ان قيمه الشرط الجزائي تتجاوز كتير جدا ما اصابه من ضرر، يبقى انا لو طبقت هذا ده نوع من التهديد والارهاب، مش كده؟ ده صفه تعويضيه، يعني الشرط تجاوز فكره التعويض، يبقى باطل. يبقى خصم الشرط الجزائي والتعويض بتعويض ايه؟ قضاء، يعني القاضي حد تعويض في حدود ما يراه مناسبا بالضبط. الفكره دي نقطه الايه؟ البدايه لما بدانا بان التعويض تعويض ايه؟ تعويض الشرط الجزائي ده تعويض اتفاقي. ان دي كانت الفكره اللي بدا بيها القانون المدني الفرنسي، قال لك الشرط الجزائي ده اتفاق، مجرد عدم التنفيذ، كانت الفكره مجرد عدم التنفيذ يستحق الشرط الجزائي. انا بفترض ان في عدم تنفيذ وان في ضرر، والضرر قيمته تساوي قيمه الشرط الجزائي. كانت الايه؟ الفكره. النقد الاساسي اللي جينا بقول لحضراتكم هو التطور والعمل هو اللي بيغير الافكار. النقد الاساسي اللي جه هنا هو ايه؟ ان كثير من العقود تضمنت مبالغه شديده جدا المبلغ والشرط الجزائي. العقد شريعه المتعاقدين، فكان امام القاضي الخيار بين احد امرين، اما ان يطبقه قيمه الشرط وهو مبالغ فيه لا تستطيع العداله بالنسبه له، او انه يرجع لوسيله اخرى أن هذا الشرط تجاوز مقدار التعويض فوقع باطلا. ليس تعويضا وإنما شرطا تهديديا. كلمة شرط تهديدي دي بقت كلمة إيه؟ حاسمة تؤدي إلى بطلان إيه؟ الشرط. ده الاتجاه ده. ها؟ الاتجاه الثاني اللي بيتكلم بيقول والله الشرط الجزائي ده عبارة عن إيه؟ الشرط الجزائي ده عبارة عن عقوبة خاصة. عقوبة. وزي ما قلت لحضرتك بقى انعكاس لوظيفة الشرط الجزائي حتى لو كان التعويض قضائي. انعكاس لوظيفة التعويض بصفة عامة حتى لو كان التعويض ايه؟ قضائي. فإذا كان لم ينفذ التزامه ده احنا عملنا الشرط الجزائي ده على سبيل العقوبة الخاصة عشان لا ندخل في متاهات تقدير التعويض. أنا مش عايز أخش في متاهات تقدير التعويض وروح القضاء، انا ما انا هعمل الشرط الجزائي ده عشان نكفي نفسنا مؤونه اللجوء الى القضاء واجراءات. واحنا الاثنين قاعدين مع بعض اتفقنا ان لم تنفذ التزامك ادفع مبلغ. يبقى هنا في هذه الحاله مش لازم في ضغط، مش لازم عدم تنفيذ يبقى في جزاء، عدم تنفيذ يبقى ايه؟ جزاء عدم التنفيذ مش تعويض، دي عقوبة خاصة. لم تنفذ يبقى تديني مبلغ. اتفقنا ان عن عدم التنفيذ يؤدي الى كسر. بين قوسين ما هو عدم التنفيذ طبعا في ضرر، والا الاصول زي اللي بيتعقدوا. فبس مش هنتكلم بقى في الضرر، احنا هنخلص من الموضوع ده. احنا قلنا كده ايه؟ ان لم تنفذ بين قوسين افتح قوسين هيصيبني ضرر مقداره كذا، اقفل قوسين ان لم تنفذ تدفع مبلغ كسر. وش طبق بين قوسين؟ ده اللي عايزينه، ادي الفكره كلها. فهنا الفكره بيقول هنا ان عدم التنفيذ يؤدي لاستحقاق مبلغ الشرط الجزائي دون حاجه لبحث مشكله الايه؟ الضرر. عدم التنفيذ يوقع عليه جزاء خاص، هذا الجزاء الخاص يتمثل في مبلغ الشرط الجزائي المتفق عليه، وبالتالي الشرط الجزائي ده عقوبه خاصه يتم اعماله دون حاجات الى اثبات الضرر. القاضي لا يستطيع ان هو يملك ان هو ايه؟ لا يزود الشرط الجزائي ولا ينقص الشرط الجزائي باعتبار ان ده عقد شريعه ايه؟ المتعاقدين. اراده المتعاقدين اتجهت الى ان يحصل الدائن على هذا المبلغ طواعيه واختيارا من المدين تفاديا لكافه اجراءات التنفيذ. تمام؟ ولكن يعني
حتى كمان نفس المبدأ نفسه لما بنتكلم عن الضرر والمساواه والمبالغه بيقول لك انتوا بتتكلموا ها؟ انتوا بتتكلموا قبل ما يحصل عدم التنفيذ، والشرط الجزاء ده بنتفع عليه امتى؟ امتى؟ بنتفع عليه امتى التعاقد؟ يعني قبل ما يحصل عدم التنفيذ، يعني احنا بنتوقع بنقول والله اذا انت ما نفذتش هيصب ضرر كذا يبقى مبلغ كذا. فبطبيعه الحال مبلغ الشرط الجزائي مش هيتفق مع قيمه الضرر. انا بقدر الضرر، قاضي بيقول لك في ضرر، الضرر قيمته كذا، حد التعويض قيمته كذا. اذا كنت انا بحدد قيمه التعويض او قيمه المبلغ مقدما قبل وقوع الضرر، قبل عدم التنفيذ، يبقى ازاي تتكلمني عن ايه؟ عن ضرر المساواه؟ ها؟ اللي هي بطبيعتها مساله استباقيه. وبالتالي مفيش ضرر حصل عشان تقول لي ايه؟ ازاي احدد قيمه الضرر؟ هم بينفذوا او بينظموا علاقتهم بصوره مسبقه دون التقيد بايه؟ بما سيحدث في المستقبل، يعني تعرفين ان احنا في المستقبل، ها؟ عدم تسليمك السياره ليا، الاسعار السيارات هتنقص ولا هتغلى؟ ساعات الواحد يشتري حاجه ويلاقي الدنيا رخصت، وساعات يشتري حاجه يقول لك ده احنا بالنسبه لليومين دول اشتريناها بتراب الفلوس، تعبير المصري حتى، فاهم؟ فاحنا بنعمل عقد ولسه مش عارفين المستقبل ايه. فبطبيعه الحال ما تجيش تقول لي تعويض عن ضرر. احنا اتفقنا عدم التنفيذ ده يتم تعويض. ده جزاء. ازاي بتكلمني عن تعويض ضرر قبل ما يحصل الضرر؟ ها؟ ده احنا بنتكلم عن جزاء عدم تنفيذ التزامك. بس بناخد في الاعتبار الدخل اللي احنا عايزينه، ها؟ انما ما تجيش تقول لي بقى ايه؟ له صفه ايه؟ تعويضيه، ده له جزاء. هذا التعويض له جزاء. واخدين بالكم ازاي؟ فالقاضي زي ما قلت لحضراتكم يطبق الشرط الجزائي، ها؟ هنا بيطبقوا ليه؟ لانه فكره العقوبه الحصر. ما تبحثش عن عنصر الايه؟ الضرر. واخدين بالكم؟ عشان كده يعني شوفوا حضرتك النظريتين دول، العقوبة الخاصة أو التعويض الصفة التعويضية، يبقى لازم في ضرر، تعويض بقدر الضرر. كده؟ العقوبة الخاصة بتقول لك ما تتكلمش خالص عن الضرر. ما تتكلمش خالص عن إيه؟ ضرر، عدم تنفيذ، جزاء عدم تنفيذ، ده عقوبة خاصة. ولهذا المشرع المصري حب يمسك العصا من وشه. عمل إيه؟ ها؟ قال لك ضرر بس الدائن وقف بإثبات الضرر. المدين هو اللي ينفي وقوع الإيه؟ الضرر. يعني حلول كده مصطبة، انما من ناحيه الفن القانون الدقيق تمشي، ها؟ ما حاجه من الاثنين، يا اما ان هو في ضرر اساسه الضرر يبقى التعويض بقدر الضرر، او عقوبه خاصه يبقى ايه؟ ما تتكلمش عن الضرر. فالمشرع قال لك يعني التعويض برضه، اكيد التعويض يا جماعه اللي نحن بنستخدمها بدل تنفيذ عيني بترقى بانتقالها وصلالها على الافكار القانونيه الموجوده، ها؟ اول ما بقول تعويض ده حتى في التعويض القضائي، ها؟ أرجو ما بقول كلمة تعويض غير تنفيذ مقابل، ها؟ تنفيذ مقابل غير إيه؟ غير تعويض. أول ما أقول كلمة تنفيذ مقابل طلعتني خالص الفكرة التعويض. إنما أول ما أقول تعويض يبقى على طول خطأ وضرر وعلاقة سببية. ولهذا بنجد إن المشرع المصري قدامه نظريتين دول، طب أعمل إيه؟ أوفق بين الاثنين إزاي؟ قال لك مش شرط الضرر يبقى ريحنا دول، ها؟ طيب مين بقى اللي يعني نبي الاثبات؟ اذا قال ما فيش ضرر، ها؟ يبقى مش هيدفع تعويض. انما اذا قال في ضرر ماليش دعوه بقى بقيمته للموضوع تاني. بقى المدين هو اللي ايه؟ الدائن، خلاص انا هفترض ان في ضرر. ما دام انت ما نفذتش كمدين انا هفترض كان في ايه؟ في ضرر. على المدين ان ينفي ان الدائن لم يصبه ايه؟ ضرر. ان اثبت انه لم يصبه ضرر، ودي مساله هتبقى صعبه جدا، ها؟ بس قال لك انا ايه؟ دخلت الصفه التعويضيه والصفه الجزائيه، هتكون في بعض. يعني واحد ينفذ التزام، ها؟ واحد متعاقد ولم ينفذ التزامه، هيروح قدام المحكمه يقول انا ما نفذتش التزامي والدائن ما عصبوش ضرر. ها؟ هتبقى ايه؟ صعبه، لان حتى خلي بالك حضرتك يعني حتى عندنا في احكام كفايه شرط المصلحه. يعني شرط المصلحه ده
مش لازم يعني مصلحه ماديه، لا المصلحه الادميه، الشخص له مصلحه في هذا الطلب. لما يجي واحد يطلب فسخ العقد يقول له طب انت هتفسخ العقد ليه؟ طب العقد المتعاقدين دي الحاله اللي كنت انا عليها قبل التعاقد، وهتشتري سياره ثانيه سعر السيارات غالي انت مات. ده يعني ادي الفكره ما خد رأي ده له مصلحه في الطلب ولا لا؟ وواحد اخلي بالتزام مصلحه نوقع جزاء عليه، ما تجيش تقول له بقى ايه؟ طب ده انت الجزاء ده هيمسك انت كمان. انا بقى انا مدافع عن نفسي، انا دي مشكلتي انا بركز على ده. اللي ايه؟ الفكره. فلازم الشرع المصري يعني زي ما تقول ريح الاثنين شويه. ها؟ قال لك لازم بقى في ضرر وده من كلام متعود. بس الدائن بقى امال قيمه الشرط الجزائي ده ايه؟ اذا كنت انا كدائن حسبت الضرر اللي اصابني، امال عملنا الشرط الجزائي ليه؟ خلاص انا هريحك. المبلغ اللي اتفقت عليه ده هو ده قيمه الضرر. حضرت المدينة مش عاجبك الكلام ده اسمه العكس. ده ليه؟ ريحناهم كده مسكنا العصايه ونص عشان نريح. انتوا الفكره؟ يبقى دلوقتي النقطه الاساسيه اللي بتكلم عنها دلوقتي يا جماعه اللي هي ايه؟ وظيفه الشرط الجزائي او صفه الشرط الجزائي. يتنازعوا احد اتجاهين، يا اما ان الشرط الجزائي تعويض، يا اما ان الشرط الجزائي ايه؟ عقوبه خاصه. ها؟ وفي امثله على الكلام ده. الوضع اللي حصل ان هو مزجنا الاثنين ايه؟ مع بعض لان تداخلت المسؤوليه العقديه والتعويض في مجال العقد. احنا بنقول يعني زي ما قلنا قبل كده حتى في حاجات كتير دخلت في مجال العقد نقلا من المسؤوليه التقسيميه. يعني بعد العقد صعب جدا. دخلت العقد مع المسؤوليه تعويض عن الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع ومش عارف ايه، بقت يخلق خلافات ساعات تقبل عن المنطق. ها؟ العمل اللي عملها جزئيا زي ما قلنا قبل كده اساس المشكله عقد ما تنفذش، يبقى يتنفذ عينه يتنفذ منه. اساس المشكله زي ما قلت قبل كده من مازون استاذ فرنساوي اسمه مازون، قال اللي ما ينفذش العقد يبقى انقضى العقد ونشا التزام جديد. لما ينفذش التزام يبقى التزام انقضى ونشا التزام جديد، التزام بالتعويض. وعشان يبقى في التزام بالتعويض يبقى كذا وكذا. ها؟ هو الراي يعني حتى عندنا من عياد الله يرحمه مستشار كبير كان في النقد عمل رساله دكتوراه في الموضوع ده وقال كل الكلام اللي كتبوه الفرنسيين بعد كده. قال لك يعني دلوقتي عدم تنفيذ التزام. ها؟ يبقى تنفيذ مقابل. اقدر بقى المقابل ازاي؟ ما عنديش مشكلة لما يكون في شرط جزائي، ما هم قدروه. التنفيذ بالمقابل قدروه، كده لا، يا إما تسلمني السيارة يا إما تنفذها لي بالمقابل، مقابل كام؟ اتفقنا عنه. قالت المشكلة هتبقى موجودة لما يكون تعويض قضاء. القاضي هيحددها إزاي؟ أنا خدمت في المبدأ. أنا عندي في شرط جزائي مشكلة. كده لا، إنما لما تقول لي والله تعويض هخش تعويض، إيه اللي داخل المسؤولية التقصيرية؟ إيه اللي وداك الخطأ والضرر والعلاقة السببية؟ ما هو عدم التنفيذ خطا. كده لا. طيب طب وعدم التنفيذ مصلحه ليا؟ ده دائم دائم ساذج دائم بيهرج بيعبث متعاقدين بيعبثوا مع بعض. ها؟ هو العقد عبث ولا اتفاق نظري؟ بالك من الفكره؟ عشان كده الكلام النظري حاجه او يعني تأصيل وساعات العمل يحط لك بين شويه. ها؟ فهنا بنجد ان اذا دلوقتي انا عندي ايه؟ اتجاه صفه تعويضيه واتجاه صفه ايه؟ جزائيه. جزائيه. عندنا الواقع العملي زي ما قلت لحضراتكم ان هو ما فيش تشريع بياخد واحد منهم على الاطلاق. بيتداخلوا مع بعض. ويمكن حاجه كده سريعه اقولها ان عايزين بنطبق احنا هنا معهد الصفه العربيه بنطبق على ايه؟ على تشريعات البلاد العربيه. لما نمسك تشريعات البلاد العربيه هنجد انها يعني مش باتجاهات مختلفه جدا. عندنا مثلا اتجاه اولاني اللي هو جمع بين الاثنين، يعني قلت لحضراتكم في عندي صفه تعويضيه او جزاء مش كده؟ عقوبه خاصه. المثال التقليدي اللي يحاول يوفق بين الاثنين المدني المصري. المدى المصري مثال تقليدي ليه؟ حاول ان هو يوفق بين النظريتين. طبيعه المختلط يعني طبيعه الشرط الجزائي. هل هو
تعويضة النقد بحت أم هو جزاء؟ ها؟ القانون المصري زي ما قلت لحضرتك دلوقتي عمل إيه؟ وفق بين الاثنين، ملاذ طبيعته عند القانون المصري مفترض. بمعنى إيه؟ بقول لا يستحق الشرط الجزائي إذا كان هناك ضرر تعويض. كان بنصفها لإيه؟ للتعويضية. مش كده ولا لأ؟ على طول. طيب. على أبدا عيب الإثبات. يبقى في هذه الحالة إيه؟ ابتدينا نتجه إن بعثيه من الإثبات المدين هو اللي إيه؟ يثبت أنه أن الدائن لم يصبه إيه؟ أن الدائن لم يصبه ضرر. يبقى أول نقطة في البداية عندي الربط ما بين التعويض وما بين الضرر. شرط جزائي والضرر. نصف التعويض. ربطناه من ناحيتين، ها؟ الناحية الأولانية إذا كان ما فيش ضرر ما فيش إيه؟ شرط جزائي. إذا كان في ضرر هتنقل بقى المرحلة الثانية. ركزوا زي الأولانية مرحلة الإثبات هروح لإيه؟ المرحلة الثانية وهي بقى اتفاق مش كده؟ وتعويض اتفاق. إنما هو في واقع الأمر في جزاء ضغط أمر. يبقى بدل ما أبطله أنا حطيت المرحلة الثانية اللي هي إيه؟ أن يخفض التعويض المبالغ فيه. أرفض إن عندنا نص القانون المصري بيقول هنا إن إذا كان الشرط الجزائي مبالغا فيه إلى حد كبير، ها؟ مبالغة كبيرة للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي، أن يعدله. يمكن إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وهو إن المشرع عندنا في القانون المصري بيعدل أمر الشرط الجزائي. تبقى نتكلم هنا في الإيه؟ الصفة التعويضية والجزائية، ها؟ بيعدل أمر الشرط إذا كان مبالغا فيه وماشي مبالغة ونسيت، لا ده نص غريب جدا فعلا، ولكن إلى درجة كبيرة. إلى درجة كبيرة. يعني القاضي لا يتدخل إلا إذا كان أمامنا مبالغة إلى درجة كبيرة. إذا كانت المبالغة ليست إلى درجة كبيرة، سيبنا الحكم. ها؟ طيب هذا القدر من المبالغة هو ده عقوبة خاصة. ولا إيه؟ العقوبة الخاصة. يعني الشرع المصري اولا اشترط الضرر وقال بعيب الاثبات، ها؟ ثانيا سمح للقاضي بالتخفيض كده، وفي نفس الوقت سمح بالمبالغه اللي هي فكره العقوبه الايه؟ العقوبه الخاصه. يعني جمع بين الايه؟ بين الاثنين. يعني النص المصري يمكن هنتكلم في الموضوع ده قبل كده بيقول اذا كانت المبالغه الى درجه كبيره. طيب القاضي هيتدخل يعمل ايه؟ يخفض التعويض مش كده؟ طب يخفضه الى ايه؟ ده الخلاف، هل يجعل مبلغ الشرط الجزائي مساويا للضرر؟ يبقى خلاها كلها تعويض كده بقى. احنا قلنا المستقر ان هو يخفضه مش يجعله مساوي، يجعله متناسب. متناسب. وفسرنا كلمة متناسب على إنها إيه؟ تسمح بالمبالغة وتقبل المبالغة الكبيرة. إزاي؟ لحد كبير، لا مش لازم يكون في مساواة بين قيمة الضرر وقيمة الإيه؟ التعويض أو الشرط الجزائي. لا مش لازم المساواة، هو مطلوب التناسب. التناسب ده بيديني هامش حريه وهو ايه؟ الجزائي. ان اترك مبلغ من ما قدر من الشرط الجزائي اعتبره مبالغه مقبوله. ما حدش قال مساواه، ها؟ انا كان مبالغه مقبوله عشان يحقق هدفه كعقوبه خاصه. عشان كده بنقول المشرع المصري بتنظيمه لاحكام الشرط الجزائي جمع بين الصفه التعويضيه وبين الصفه العقابيه او الصفه الجزائيه كشرط الايه؟ جزائي. يعني يظل الشرط الجزائي صحيحا وانما قابلا للايه؟ للتعديل. يعني خلي زي ما قلت لحضرتك من شويه ان التعديل في الشرط الجزائي هو اللي انقذ الشرط الجزائي. سلطه القاضي بتعديل قيمه الشرط الجزائي ان لم نمنحها للقاضي كنا هنبطل الشرط الجزائي. اذا كانت مبالغه كبيره، ها؟ القاضي يقبل هذه المبالغه، يبقى القاضي ايه؟ وصلت قلنا في الاول هيبطل الايه؟ الشرط الجزائي. امتى ننقذ الشرط الجزائي من البطلان؟
لما اعطي القاضي سلطه تعديل العقد، تعديل الشرط، فالقاضي هنا يقول ايوه هيعدله، بس هيعدله لحد فين؟ ها؟ يعدله ينفي المبالغه الكبيره، له ان يستبقي المبالغه، يعدله بعباره ادق شويه لذا ظل التعويض متناسبا وليس مساويا. مش عايز كلمه متناسب، سو مساوي، ها؟ انا بقول يكون متناسبا وليس مساويا. التناسب ممكن يكون مش عدم مساواه، عدم مساواه يعني في زياده، ممكن اسمي الزياده دي مبالغه، انما كبيره لا، كبيره لا مبالغه. ولهذا سلطه القاضي تتعقد هنا ايه؟ تعويض موجود يعني في ضرر، انما يخفض قيمه الايه؟ قيمه التعويض، يمحو المبالغه الكبيره ويبقي على المبالغه. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى هنا القاضي مش هيتدخل الا اذا كان عندي شرط ايه؟ شرط مبالغ فيه جدا الى حد كبير، يبقى القاضي هنا يتدخل ليردها الى القاضي المعقول، يرد المبالغه الى القاضي الايه؟ الى القاضي المعقول. يعني الضرر هيبقى هنا يساوي تقريبا الحد الايه؟ الحد الادنى الذي يجب ان يعرف. سلطة التخفيض زي ما قلت لحضراتكم هنا النقطة المهمة انها في اطار الشرط الجزائي، احنا ما بطلناش الشرط الجزائي، ها؟ احنا قررنا الشرط الجزائي والشرط القضائي الصحيح الجزائي الصحيح طالما في ضرر كده وثبت انه في ضرر، يبقى في اطار التعاقدي الاتفاق القاضي هيخفض الشرط الايه؟ الجزائي، ويبقي على تناسب اللي لازم ينطبق على المبالغه، يبقى جمع ما بين التعويض وبين العقود الخاصه، ها؟ ان هو سمح بالايه؟ بالمبالغه. وزي ما قلت لحضراتكم مساله عبء الاثبات نقله من الدائن للمدين، دي كل ده ايه؟ المشرع المصري عمال ايه؟ النظريتين عمال يوفق بينهم، ها؟ لا عايز تعويض بحت ولا عايز جزاء خالص، ها؟ شويه كده وشويه كده يعني بالمعقول، عايز يصل الى حد الايه؟ الحد المعقول. اذا سبب في ضرر يبقى شرط جزائي يستحق. ننتقل للمرحله الثانيه، قيمه الشرط الجزائي بالنسبه للضرر قد ايه؟ مساويه؟ ماشي. مبالغه؟ ماشي. مبالغه كبيره؟ لا نخليها مبالغه. ها؟ يبقى هنا لسلطه القاضي ان هو ايه؟ يعني يعدل ايه؟ الشرط الجزائي. عندنا في وضع ثاني وهو يتعلق ب النص اللي عندنا في القانون المدني، بيقول لك القاضي يخفض الشرط الجزائي، مش كده؟ طب افرض بقى الشرط الجزائي ده طلع ضئيل جدا بالنسبه لقيمه الضرر، يعني الحاله العكسيه، الحاله الاساسيه اللي عاده الناس بتتكلم فيها ليه؟ لان عاده احنا بنستخدم الشرط الجزائي عشان نخوف، فالمشرع مش عايز يقيم السلطه في التهديد وسلطة الرأي بيخوف، أنا عامله عشان يخوف، ها؟ فأنا مش هخليه يفقد هذه السلطة، خلي فيه مبالغة موجودة. سلطة العقوبة الخاصة. الحالة بقى العكسية، اتفقنا عدم التنفيذ رقم مثلا 100,000. وحصل إن في عدم تنفيذ والضرر اللي أصاب الدائم، إحنا برضه بنقول فكرة الضرر، ها؟ مليون. ما إحنا متفقين على 100,000. المفروض القاعده العامه بقى ان القانون المصري ما يزودش، خلي بالك منها، ها؟ القاضي ايه؟ ما يزودش، يقول لك انت الدائم. ودايما في ذهننا ان الدائم بيفرض شروطه على المريض. وانت كدائم عارف او توقعت ان لما يتمش التنفيذ اللي تحصل على انت حلوين قوي فاشلين قوي وتحط المحاكم والكلام ده. لما يجي بعد كده طلع ضرر مليون. امال انت غلطت ب 500,000 ليه؟ هنا بقى هي إجابة. في غش وخطأ جسيم من جانب المدين. ارتكب المدين إيه؟ غش أو خطأ، قال لك أه ممكن بقى القاضي يزود. القاضي ممكن إيه؟ يزود. إنما لو لم تثبت الغش أو الخطأ الجسيم، أنت الطرف القوي وأنت ارتضيت هذا المبلغ والعقد شريعة المتعاقد. أرجع للنظرية. ها؟ العقد شريعة الإيه؟ المتعاقد. اللي بنتكلم عنه. دكتور نوار القاضي ما عدلش. مرة نتعدل لما يكون في نقص، لما يكون بقى هيزود
حاولوا لا انت جاي تقول ايه؟ الضرر اللي اصابك اكبر كتير قوي من مبلغ التعويض، ما هيسموك على ها؟ دي غلطتك؟ يقول لك لا ما انا ما غلطتش، ده هو اللي عمل فيها غش وعمل في بعض الشيء، ارتكب غش على خطا ان يتم، لو اثبت كده القاضي بقى ايه؟ يعدل المبلغ، بس مش هيعدله عشان يبقى مبالغ فيه، ها؟ خلي بالك هو هيعدله عشان ايه بقى؟ ما خلاص ده بيساوي الامور، اجعله مساويا للضرر. وحضرتكم فدي الايه؟ سلطه القاضي الجديد هنا، خلي بالكم ان هو ما يقدرش يزود مبلغ الشرط الجزائي الا باثبات ايه؟ الضرر يرجع الى غش المدين او الى خطا، اذا يرجع الى غش المدين او الى خطا الجزائي. واضح التشريعات دي عندنا في القانون المصري يتميز بانه ايه؟ بان هو وفق بين فكره الايه؟ التعويض وبين الشرط. عندنا تشريعات تانية بقى في البلد العربية، ودي من الحاجات الظريفة يعني، الواحد لما يعمل دراسة مقارنة يشوف أفكار معينة. عندي تشريعات في البلاد العربية، القانون الأردني والإماراتي والعماني، ها، بياخدوا بالصفة التعويضية الكاملة لشرط الجزائي. الصفة التعويضية الإيه؟ الكاملة لشرط الجزائي. يعني شوف نص مثلا قانون بدل الاردني بيقول ايه؟ يجوز المتعاقدان ان يحدد مقدما قيمه الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق له مع مراعاه احكام القانون، ويجوز للمحكمه في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر. الكلمة دي بقى مساويا، أنا لما اتكلمت على طول مصر قلت متناسبا، ها؟ متناسبا، متناسب يعني بيسيب هامش للمبالغة. إنما لما القانون في الإمارات ها بيقول إن التعويض الشرط الجزائي لابد أن تكون قيمته مساوية لقيمة الضرر، ده بياخد بالصفة التعويضية الكاملة. الصفة التعويضية الإيه؟ الكاملة. يعني اولا لابد ان يكون هناك ضرر، واذا كان هناك ضرر القاضي يتدخل عشان يعمل ايه بقى؟ يجعل التعويض مساويا للضرر، لا مبالغه ولا ردها الى القدر المعقول ولا كلام من ده. الضرر 100 يبقى التعويض 100 مش 101 ولا 102، يبقى هنا الصفه التعويضيه ايه؟ واضحه تماما، يعني لا مجال لاي جانب عقابي كده، لا مجال لاي جانب ايه؟ جزائي. نص واضح، خلي بالكم. وساعات بقى بعض الاحيان، خلي بال حضراتكم يعني من الحاجات الظريفه دراسه المقارنه. انا قريت احكام كتير كل البلاد العربيه تقريبا، وصرفت بعض المحاكم حضرتها هنا، بتجد القانون المصري بيلقي بثقله وصلابه على كثير من تشريعات البلاد العربيه برغم اختلاف النص. النص في الامارات او في عمان او في الاردن ها بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الضرر يكون مساويا، تعويض اسف شرط جزائي يكون مساويا لقيمه الضرر تمام. ترى احكام مثلا احكام دبي وتمييز دبي او تحديد العلا، تجد هما مصريين موجودين السنغوري مكتوب كتبه قدامنا ها واخدين منه، بيسمح بقى بايه؟ ساعات جزائي ها، يعني حكايه المساواه دي عارفين ايه المشكله ايه؟ ان عاده التعويض يعني خلي بالك حضرتك، عاده التعويض المحكمه ما بتعملوش حسابيا ابدا. المحكمه في مصر في اي بلد ما بنعملش التعويض حسابي. ولهذا حتى عندنا محكمه النقد في مصر لا تشترط على القاضي ان هو يقول الضرر الفلاني قيمته كذا والضرر الفلاني قيمته كذا، ويقعد يعمل حسبه. اذا كانت بتخليك حاجه ثانيه، انما المطلوب منه حاجه واحده بس. يقول لك وحيث ان هناك ضرر يتمثل في كذا، ما حددش امتى، ما نفقات كذا، اصيب بضرر ادبي يتمثل في كذا، اصيب بكذا، وتقدر المحكمه مجموع هذه الاضرار بكم مبلغ كذا ازاي؟ فالمحكمه ما بتبقاش مقيده قوي بانها ايه؟ تحسبها بالورقه والقلم. وده اللي بيدي فكره ايه؟
ان يبقى في قدر معين من المرونه في التحديد. فبيبقى ساعات ما بيخليهاش قوي يسوي، وانا اللي بقدر تفاضل كده، لا انا اللي بقدر، انا شايف ان هو راجل متفق على مليون، ها، والضرر اللي اصابه 800,000 ولا 700,000، ما خليهم 900، خليهم مليون، هو دي مساوي، ما انا بقدر مساوي كده. لا تقول لي حسبها ازاي؟ زي ما قلت لكم يعني، حتى بعض بينتقد الحكايه دي، انما ده قضاء مستقر في البلد العربيه، ان المطلوب من المحكمه فقط انها تحدد عناصر الضرر. الضرر الفلاني يتمثل في كذا كذا، الضرر كذا كذا، عناصر الضرر. قيمه الضرر بقى ممكن تحط مبلغ اجمالي. يعني حتى ما تقولش والله ضرر ادبي مثلا ب 50,000 وضرر مادي ب 200,000، لا، وتقدر المحكمه مجموع هذه الاضرار بمبلغ كذا. دي بتعتبر من السلطه التقديريه للقاضي التي لا تقطع لرقابه محكمه النقد. رقابه محكمه النقد فقط تتعلق بعناصر الضرر الذي تم تعويضه. حدد لي العناصر وشروط الضرر الموجوده، قيمه الضرر تدخل في السلطه الايه؟ التقديريه. ولهذا ساعات ما بنقدرش نعرف بالظبط، يعني المحكمه بتقول لك مساويه. وانا لقيت احكام مصر يمكن بتتركوا قبل كده بتتكلم عن المساواه. تقول لك القاضي لما يجي يخفض مبلغ التعويض، ها، المبالغ فيه لدرجه كبيره ليجعله مساويا للضرر. من اظن في ذهنهم، عشان كده انا بقول لكم تاملات، احنا عمالين نمسك كلمه كلمه كده عشان ايه؟ يعني نفسر فيها، ها؟ اللي مش متعمق في المساله هيقول لك انا ما حافظ التعويض، يعني حافظه ايه؟ عشان تقدم ده. نقول لا خلي بالك، ده احنا عندنا الشرط الجزائي، وفي نظريه تعويض، وفي شرط جزائي، وكلمه الجزاء بتسمح بالمبالغه عشان يبقى السلطه ايه؟ يبقى الطبع التهديدي بتاعه. ما لازم يخوف. احنا عاملين الشرط الجزائي، ما احنا لما نتكلم دلوقتي في قانون، ودي هنتكلم عنها بعدين المحاضره الجايه، لما كان في قانون الامارات النهارده او قانون الاردني، الشرط الجزائي هيخدم الدائن في المدينة. ها؟ ولا حاجه. كده بقى مش هيخدمه في حاجه، لانه اول ما يبقى عدم تنفيذ هيجي المدينة على طول يقول لك ده ايه؟ المبلغ ده ايه؟ اللي متفق عليه يزيد عن قيمة الضرر، ما قالش مبالغ، لا يساوي قيمة الضرر. وأنا بطلب المحكمة إن تخلي مبلغ التعويض مساوي قيمة إيه؟ الضريبة، حطينا الشرط الجزائي ليه؟ مش أهمية، لا لا، ها؟ ليس له إيه؟ أهمية، مش هيخوف ولا حاجة. لازم أقول لك أنت كده أهدرت الشرط الجزائي، مش حددت، ها؟ أنت بتهدي الشرط الجزائي، المساواة معناها طب أنا تعبت نفسي وعملت إيه؟ بعض يرد عليك ببساطة يقول لك إيه؟ واحد عنده قانون بتقول عليه ده، ها؟ برضه هيخوف كده بقى، يعني حتى نفسيا القاضي لما تيجي تجيب له شرط جزائي وتقول له الشرط ده مبالغ فيه، ها؟ هيبتدي من ايه الشرط؟ القاضي هيبتدي من الصفر ولا من المبالغه؟ يعني هينزل مش كده؟ هينزل لحد امتى؟ ممكن يقف. يعني هو لو بيقدر مبلغ، يعني لو القاضي هو اللي بيقدر التعويض، تعويض قضائي، هيبتدي قد الضرر وابتدي يقدر امتى؟ وقف حد المساواه. لما اكون انا عندي شرط جزائي، ده انا ببتدي من العكس. بمعنى ايه ببتدي من العكس؟ هو وقت متفقين على مليون، هنزل ليه نص مليون كامل، جايز هو الضرر 200. يقول لك برضه بيخوف مش كده؟ لا هو هيقول لك ده المساوي. طب يقول لك الحاله النفسيه ممكن ايه؟ وبعدين هو مين عارف قانون؟ هيخاف برضه، هيقول لك انا اروح للقاضي جايز يتبطل المبلغ ده. يقول لك يعني برضه التخويف ايه؟ مش هيبقى ايه؟ يعني انتوا بتتكلموا بتاع قانون بدقه، هي ناس ما عامله الكلام ده. ما انا برضه هحافظ لما اروح قدام القاضي، هو القاضي ماسك ميزان ده هيقول الضرر ب 20 يبقى التعويض 20؟ لا، ها، ممكن تفرق ولا لا؟ ولما هتفرق بقى هو نازل من مليون، من مليون مش هينزل مثلا 10,000، مليون هيقول لك لا كفايه كده مثلا نص مليون وجاز الضرر 100,000، ها؟ يبقى العنصر التخويف برضه ايه؟ او التهديد محافظين عليه. انما احنا بنتكلم في ايه؟ في النصوص نفسها. ازاي؟ يعني النقطه يمكن اللي بتفرق، يعني ساعات ايه؟ النص الفرنسي مثلا اخر تعديل للقانون المدني الفرنسي لما عدلوا في الشرط الجزائي سنه 75 و85 ومفروض في تعديل 216، قال لك القاضي يعدل في الشرط الجزائي من تلقاء نفسه. ودي بقى يعني القاضي لو عرض عليه نزاع ووجد ان الشرط الجزائي
مبالغ فيه او زهيد يعدل. قال لك العداله العقديه، احنا عندنا في قوانيننا دراسه قانون الامارات والاردني والوضع طبعا في قانون مصر، التعديل لابد ان يتم بطلب من المدين. المدين هو اللي يطلب ايه؟ التعديل، او الدائن اذا كان عايز يطالب بزياده. يعني صاحب المصلحه لابد ان يطالب، ان لم يطلب لا يجوز للمحكمه ان تعدل من تلقاء نفسها. القانون الفرنسي عكس ده، شوف قد ايه بقى اللي كان مبتدي من عقد شريعه المتعاقدين وما فيش فيه تعديل ها خالص، قال لك اذا كان مبالغ فيه او زهيد، يعني حتى زهيد فقط ده، مش بس احنا عندنا جيش في الكلام ده، للقاضي ان يعدل من تلقاء نفسه. شوف ابتدى من فوق ونزل لفين، احنا واقفين في نص السكه ها. ولهذا هو الكير بنفس او الاكتئاب نازل ازاي؟ نازل من النظريه العقديه العرضيه، نازل يعني نازل الى ايه؟ او شرط جزائي، اسف ولا ايه؟ شرط جزائي بعد شرط المتعاقدين الى الواقع، الى العداله، المساواه تقريبا ها؟ هتلاقي كتابات الفقه الفرنسي البعض يقول لك المساواه وبعض يقول لك مش لازم قوي، انما لان زي ما قلت لحضرتكم القاضي ما بيعملهاش بالذات ده. انما الفكره كلها الجديد او النقطه المهمه ان في القانون الفرنسي بيتعدل الشرط الجزائي للقاضي ان يعدله من تلقاء نفسه. احنا عندنا لا يمكن ان يتعدل ايه؟ لا يجوز، لابد ان صاحب المصلحه يطلب هذا، احد الخصوم هم اللي ايه؟ يطلبوا. ولهذا بقت سلطه القاضي الفرنسي اللي هو كانت مقيده جدا، بيقول له عقد شركه المتعاقدين لا تقول لي لا ضرر ولا اي حاجه، قال لي عدم تنفيذ عقد شركه المتعاقدين. ده بيعدل النهارده من تلقاء نفسه زياده او نقصان. زيادة أو نقصانا غل بالعدالة العقدية على العقد شريعة المتعاقد. عندنا بعض التشريعات، يعني احنا شفنا قانون المدني المصري موافق بالاثنين. مش عارف اسامي شوية من هنا وشوية من هنا. قانون الإمارات والأردن وعمان خد الصفة التعويضية. عندي تشريعات تانية يمكن قعدت أقرأ كده فيها شوية الواحد يتامل فيها، اللي هي عندنا اللبناني والمغربي. اللبناني والمغربي تقرا النص تقول ده خد بالصفه التعويضيه، تقراه تاني خد بالصفه الجزائيه ها. يعني العبارات اللي موجوده، والمشرع ما بيبقاش نظري ها، المشرع مش بينظم بقدر ما هو بيحل وضع عملي. ولهذا اقرا النصوص ها مره اوصل لان هو ايه؟ ان هو بيرجح جانب التعويض. تقرا النصوص مره ثانيه تجد ان هو بيرجح من جانب ايه؟ صفه العقوبه الخاصه. عندنا من اهم الاثنين ده عندنا مثلا قانون الالتزامات والعقود المغربي. طبعا القانون المغربي عندهم قانون الالتزامات ده صدر سنه 1913 تقريبا، انما بيتعدل دايما في ضوء القانون الفرنسي، بيتعدل في ضوء القانون المدني الفرنسي. ولهذا عندنا الماده يمكن هقراها كده لانها فيها ايه ازاي متاثره بالقانون الفرنسي ونشوف ايه المشكله. يجوز للمتعاقدين ان يتفق على التعويض عن الاضرار التي قد تلحق بالدائن، التي قد تلحق بالدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا او جزئيا، او التاخير في تنفيذه. ده الشرط الايه؟ الجزائي. يجوز الاتفاق على التعويض، ويمكن للمحكمه تخفيض التعويض المتفق عليه اذا كان مبالغا فيه. يعني بقى مبالغا ايه؟ ايه؟ كبير. لو مبالغا فيه ده ممكن ايه؟ يشيل المبالغه، يعني يخليه مساوي. يعني خد بالك من الفرق مع الظروف التانيه. واحد لما يقعد يحط الورق كده قدام يبص الاقي قانون بدل مصر يقول لي مبالغه فيه لدرجه كبيره، فانا ممكن اقول هنشيل الكبيره دي ونبقي المبالغه. طب القانون المغربي المبالغه فيه سكه، يبقى لما اتدخل القاضي هتدخل في ايه؟ في المبالغه. لما اتدخل في المبالغه اصل المساواه يبقى صفه تعويضيه كده ها. خد بالكم الفكره، يعني المشرع الفرنسي برضه كان المبالغه اكسسيف ها. برضه جه المغربي قال لك ايه؟ مبالغه بس. ده فرق في السعر، مصر قال المبالغه لدرجه كبيره، يبقى لما القاضي يتدخل
ويقول لي انا خفضت، يقول لي شلت الكبير وخليت المبالاه. القاضي المغربي لما يتدخل اقول له شلت ايه؟ يقول لي شلت المبالاه. طب لما تشيل المبالاه بقى تبقى دخلت في المساواه كده ولا لا؟ الفرق في الكلمه خلي بالك في الصياغه. طيب او الرافع من قيمته، هنا بقى نقطه مهمه جدا وهي ايه بقى؟ ان القاضي المغربي يزود المبنى لو لقى قليل، ما دام المدين طلب الدائن طلب البلد يزود المبنى من غير ما يشترط ان يكون هناك ايه؟ غش او خطا جسيم من جانب المدين. مجرد ان المبلغ المتفق عليه اتضح انه زهيد بالنسبه للضرر يبقى زود تعويض، مش كده؟ الصفه ايه؟ تعويضيه. المبالغه لازم اخطط فيها، واذا كان زهيدا له ايه؟ الرفع. هنا الخلود المغربي هنا بيتكلم انه ايه؟ بيسمح بالنقصان ويسمح بالزيادة. يبقى لما يزود ولا نقص ممكن يوصل لايه؟ يوصل الى فكره ان هو مبالغه، يبقى المساواه كده لا. لما تشيل المبالغه ولما تشيل الزهيد هتوصل لايه؟ للمساواه. يبقى بياخد الفكره ايه؟ الفكره التعويضيه. انما نرجع نفكر بقى، طب هو المشرع هنا بيقول ايه يعني؟ خلي بالك عشان نشوف يعني فرق الصياغه اللي معه. هو عمل تشريع، خلي بالك كده مساله بتبقى عايزه فهم كبير قوي. القانون المدني السوق المغربي بيقول حاجه، يجوز المتعاقدين ان يتفق على التعويض عن الاضرار التي قد تلحق بالدائن من جراء عدم الوفاء. يبقى في ضغط كده بقى ها؟ ممكن فايده اقول انه ايه؟ ما اشترطش اثبات الضغط. اتفاق التعويض ها؟ اجازه فقط الاتفاق على التعويض. اتفاق على ايه؟ على مبلغ التعويض. وبالتالي التعويض او الرفع لا تستهدف الوصول الى ان يكون مضاعف ولا يرفع المبالغه. رفع المبالغه ما اقول لك التفسير نفسه ممكن لك رفع المبالغه مش لازم تكون مساويه للضرب. خليها مبالغه معقوله ها؟ تلاعب بالالفاظ بقى ها؟ يكون مبالغه معقوله، يكون ان هو يزوده يصل الى ان المبلغ لا يكون زهيدا، مش معنى كده يكون مساويا. وبالتالي تحتمل ايه؟ التفسير النظري، لان الكلام ده زي ما قلت لحضرتك كله في ايد القاضي بسلطته التقديريه، عمرنا ما هنعرف هو عمل ايه. ها؟ هو مش هيقول ها؟ هو مش هيقول. وطلع المحكمه وتنتهي المحكمه الى ان مضطر ضرر كذا، تعويض كذا، الاضرار كذا والتعويض كذا. لا هو هيقولها ولا احنا هنعرف. هو مش اذا هو بقى عايز يعمل حكم يحط مبادئ او يتكلم فيه ويزود في الكلام ممكن يصطادوا بقى ونشوف بقى الحكم ايه. انما عاده السلطه التقديريه للقاضي بتجعلنا ايه؟ يعني صعب ان هو نتدخل. يعني مثلا زي ما كنت بقول لحضراتكم هاخد في اعتباري مقدار الضرر خطا ولا لا، خطا يسير ولا لا. والقاضي لا شرعيا هياخدها في الاعتبار، انما يقولهاش. لو قالها على الحسبه هل يجوز عند تقدير التعويض ان ناخد في الاعتبار جسامه الخطا ولا لا؟ ها؟ هو لو جه قال لي وحيث ان المحكمه تاخذ في اعتبارها ما بدا من من المسؤول من خطا جسيم او لا، ده انت كده خلاص عملت خطا. ها؟ ياخد وحيث ان المحكمه ترى من مجموع هذه القضايا. ها؟ وخلاص. ادي دي الفكره. ففي حاجات احنا بنتكلم فيها من وراء الستار، انما هو الستار مغطي عليها ما احنا نقدرش نعرف الحقيقه. كذلك النص اللبناني، طبعا النص اللبناني اللي بالك الرصوص اللبنانيه، القانون اللبناني هو الوحيد قوانين البلاد العربيه اللي لغته مختلفه، لغه خلي بالك من الحكايه دي. يعني لغه القانون المدني المصري او القانون المصري بصفه عامه هي السائده في كل البلاد العربيه. شويه في الاردن ها يعني متاثر فيها بالشريعه او الاصطلاحات الشرعيه. كل البلاد الثانيه لغه، حتى المغربي. المغربي اتكتب بالفرنساوي اللي ترجمه مصري، مش مصري كبير قوي ده لسه انا ها بتاع هو اللي مترجمه، فترجمه مصري يعني اصطلاحاته المصريه. فاهمين ازاي؟ يعني احنا في اللغه العربيه لغه ثريه، وبالتالي
قد يثور في بعض البلاد استخدام يكثر استخدام الصلاح، وبلاد اخرى يستخدم الصلاح تاني. فاللبناني سليم جدا نحن اللغه اللغه العربيه، انها مش اللغه بتاعت بقيه البلاد العربيه. ولا ساعات لما تقراه احسنك تقراه بالفرنساوي، النص الفرنساوي تتطلع ها؟ لان ايه؟ مش اللغه الدارجه بتاعتنا، لغه عربيه سليمه. كذلك التونسي شويه ها؟ بس هم التونسي والايه؟ واللبناني اللي فيهم شويه اصطلاحات، بس اللبناني اكتر. انما الباقي كله نقدر نقول لغه قانونيه عربيه مصريه، بقت عربيه بين قوسين محدوده من مصر. فلما ترجموا المغربي ترجموا بالاصطلاحات الايه؟ مثلا التعويض، التعويض الضرر، الضرر. الفرنساوي اللبنانيين الفرنسيون يقول لك دوماج انتري، فترجموا ترجمه حرفيه العطل والضرر. احنا لما نقرا ايه العطل ده؟ ايه العطل دي؟ هو ضرر ايه؟ ايه العطل ده؟ ايه دي ترجمه ايه؟ انما اللغه العربيه سليمه. يعني احنا مثلا في المنتخب قبل كده في اللغه العربيه احنا عندنا في مصر نستخدم دايما عقد الايجار. لما تشوف القانون التونسي يقول لك عقد الكراء يكري، يعني يستأجر باللغه العربيه ها؟ واحنا هنا في مصر في الريف يقول لك يا رايحين نكري انفار، نستأجر تقعد يشتغلوا عنه. الكلمه ما يسموهاش اهل مصر في المدن، تلاقي في الريف كلهم بيستخدموا كلمه يكري، يكري ليه يا عقد كراء؟ دي صح ولا صح؟ بس ده اللي مستخدم. ده لو جيت قدام محكمه حتى وقلت له عقد كراء يقول لك يعني ايه كراء يا استاذ؟ ها؟ يعني ايه ده؟ انما اللغه العربيه سليمه في الاثنين. فدي الفكره اللي عايز اقولها. فالقانون اللبناني برضه لما نقرا يعني النصوص زي ما قلت لحضراتكم برضه مروحنا، ها؟ مروحنا. ليه؟ لان هي فكره الشرط الجزائي هي كل المسائل بمنتهى البساطه. انا عايز اعوض من غير مبالغه. بالظبط كده. تعويض اتفاق كده. طب ما الاتفاق قد يكون فيه مبالغه، يعني عداله، عايزين نعوض. لما يكون التعويض مساوي للضرر هيبقى مساواه، كان تعويض قضاء. انما لما يكون التعويض معقول ها، يبقى في يد الحق الايه؟ الاهداف. ولهذا عايزين تعويض ولا يكون في ولا يكون في مبالغه. بتختلف الاصطلاحات والوسائل الايه؟ اللي مختلفه. يعني حتى زي ما قلت القانون الاردني او الامارات لما يقول ان يكون مساويا، انا هعرف مساويا ازاي؟ ما هم حر في المساواه ها؟ بحسهم فلوس. ولما يكون اصابات او ضرر او ضرر مثلا يعني جسم الانسان او الكتاب يعني جاز مصاريف او نفقات لسهم ما ورقه وفواتير، والقاضي لما يقول لك والله الضرر 100 يبقى بيحكم ب 100، ما تقدرش تكون 101. انما لما يكون بقى الضرر اصابه جسم انسان، لما يكون بيتكلم في ضرر ادبي مش محسوب بالمصاب ها، فلان ده عيط ب 100 جنيه والثاني 10 ب 10000 جنيه، يعني هنقول لك ايه؟ هو كده ده اللي حصل ها، ده تاثر. ف بتبقى انما الفلسفه بتاعتها الفكره ايه؟ اللي هي فكره عايزين عداله. عداله بمعنى ايه؟ احترم عقد شريعه المتعاقدين في حدود العدل. ادي كل الحكايه. احترم فكره العقد شريعه المتعاقدين في حدود العداله. العداله مش لازم المساواه، المعقول. نرد الى القدر المعقول، نستخدمها ساعات ها؟ مش القدر المساواه، القدر المعقول حاجه معقوله. زياده شويه بس انا حاجه زياده معقوله مش اي حاجه. فده الفلسفه الايه؟ الاساسيه للمحاضره. المحاضره الجايه ان شاء الله بقى هتكلم في ايه؟ الموضوع المحاضره الاخيره. وكان حد يشوف عايز اي سؤال يبقى يجهز لي الاسئله اللي هو عايز ها؟ اللي هي تقدير التعويض بيقدر امتى؟ قبل ما يحصل ضرر. بقطع الوشاش ولا لا؟ ها؟ وانا عارف الضرر هيحصل ايه؟ بالظبط ها؟ مش عارف، يبقى مذاكر كده؟ طيب لما بحدده مذاكر بحدده تافه ولا مبالغ فيه؟ نبالغ فيه عشان ايه؟ يهدد، عشان يخون فكره الجزاء، عشان يخليك تنفس. ولهذا هنتكلم في المحاضره الجايه ان شاء الله في الطابع المذاكر والطابع التهديدي للشرط الجزائي، اللي هي مرتبطه برضه زي ما انتم عارفين بايه؟ بالشرط الجزائي، إذا كان له صفة تعويضية أو إذا كان عقوبة خاصة.